عن هذا الفوز نسمعه. حسابات المجموعات في افريقيا بتبقى زي الدوري كده، يعني المهم ان انت تاخد ثلاث نقاط. يعني ترتيبنا في الجدول ما كانش مظبوط شويه، ترتيبنا في جدول المجموعه ما كانش هو اللي انت منتظره يعني، فكان مهم ان احنا ناخد الثلاث نقاط. مباراه راحت وجت، وده حال افريقيا السنه دي، مستوى فرق يعني بيتفاجئك. يعني المريخ السوداني يحسب للجهاز الفني بتاعهم، يحسب لوعيتهم الصراحه، مقدمين مش النهارده بس، حتى قدام سان داونز كانوا قدموا لقاء هايل جدا، قدام الهلال قدموا لقاء هايل جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد الثلاث نقاط، لكن الفتره اللي جايه سواء كان على المستوى المحلي او المستوى الافريقي عايزه دماغ ما فيهاش غير كره القدم بس، سواء كان محليا او افريقيا. انفعلت شويه النهارده يمكن على بعض القرارات التحكيميه، اكيد طبعا كان في بعضها طبعا يعني مش هنتكلم عنه، كان واضح من خلال ارض الملعب، لكن حصلت على انذار. يعني الحقيقه انا ما اعرفش يعني ترتيبات الناس وهي بتفكر، يعني التقييم بيبقى ازاي. يعني بتتكلم على كرة القدم والملايين والمليارات اللي لما تجمعها على مستوى اللعبة يعني هتلاقي ملايين ومليارات الدولارات كمان، يعني لما تجمع كل في كل الدوريات في كل البطولات. يعني المفروض عنصر من العناصر ده يكون على أعلى مستوى. تخيل، يعني أنا مش هتكلم على الموضوع كتير، لكن أنا ما شفتوش من 4-5-6 سنين أصلا. يعني آخر ثلاث نسخ مستحيل يكون حكم لي مباراة، ما حكمليش ولا مباراه خالص، كان حكم رابع اعتقد في قبل نهائي السنه اللي فاتت او النهائي كده، لكن حكم ساحه اخر مباراه وانا موجود كانت مباراه بيت فيست هناك، وكان لنا ضربه جزاء لعمرو جمال مش ممكن تتنسي ابدا. اللي عايز اقوله بس في الاخر، يعني ده عنصر التحكيم ده عنصر مهم جدا في اللعبه، ما ينفعش ان انت تقول لي يعني ايه نطلع ونقف جنبهم ونساندهم. يعني ده ملف لازم يتطور. الموضوع ده هو والله كويس ويجي منه، مفيش كده. وتبقى ويتبقى القربة المخرومة اللي محدش لقى لها حل، موضوع التحكيم سواء افريقي او محلي. يعني انا مفيش فار يا استاذ ابراهيم، يبقى لازم هعتمد على الحكم وشخصية الحكم بشكل اكبر طبعا، وخبرات الحكم. فانا اجيب حكم ما عندوش خبرات مستندا الى ان عنده سمات ممكن يبقى حكم كويس بعد كده، مش دي المرحله اللي جرب فيها، او مش دي طبيعه المباراه اللي جرب فيها، لان مفيش حد الحقيقه من خبراء التحكيم او الاستوديوهات التحليليه اتفق ان الحكم ده ادار مباراه جيده. حتى المريخ طالع بيزعلان، يعني واخد بالك انت الحكم لو انه مقنعا الناس خلاص، انت 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 الماتش بتاع سان داونز خسرته، مش عارف تتكلم رغم انك ظلمت تحكيميا فيه برضه، لان الحكم رضوان جيد. فخد بالاسباب، انت كاتحاد او كمسؤول او بتدير مسابقه خد بالاسباب، عين الناس اللي تخلينا شويه لو غلطوا نتحملهم. لو في فار كان ممكن برضه تقول الفار هيعوضه، لكن ما فيش فار كمان، ده للاسف. خلي يعني بالك، انت رايح من المباراة دي هتلعب مع سان داونز، نادي اللي كان رئيس الاتحاد الافريقي الان، والحكم بملكة سيمبا الاثيوبي اللي عمالين برضه مش عارفين اخرتها ايه، مش عايزين نتحول الى هذا الامر ان احنا على طول متوجسين، لكن سيب الامور ويا رب فرقتنا تبقى في المستوى اللي يخليها تتحمل اخطاء التحكيم. ده الكلام المهم جدا. خلاص، التحكيم هي دي سوقاته وهي دي عوراته، كمان زاد منه زي ما كابتن سيد قال سوء الاختيار، ان انت مع فريق حامل اللقب وبينافس ومباراه مهمه تحط له حكم مش مصنف، وزي ما سيد قال من فتره بعيده ما ظهرش، تقريبا احنا ما شفناهوش الا مباراه الزمالك وحسنيت غدير، الكره اللي دخلت بتاعت جنش وما حسبهاش في مباراه حسنيت غدير في الكونفدراليه. فحكم فعلا اقل بكتير من انه يحكم مباراه في ادوار متقدمه بهذا الشكل، فما يبقاش الفار وسوء الاختيار. نطلع لفاصل.